أسامة، السلام عليكم. ورحمة الله. اتفضل سؤالي عن زكاة المال. اتفضل أستاذ أسامة، سامعك يا فندم. أنا بدفع زكاة المال دي في أول أكتوبر من كل سنة. زكاة اتفضل. بيحل حاليا الحول يعني. فأنا السنة اللي فاتت دفعت الحمد لله. تمام. باجي بعد كده عشان بتحتاج فلوس من خلال اكتوبر مثلا السنة اللي فاتت لحد اكتوبر اللي احنا ان شاء الله بتحتاج فلوس اقعد اديها. لما انا اجي مين بيحتاج فلوس يا استاذ اسامة؟ ناس يعني عارف انا ناس مستشفى بيطلبوا فلوس للعلاج. ناس بيطلبوا فلوس تمام. طب الفلوس للأكل يعني الفلوس ما عندهمش الفلوس اللي حضرتك يعني بتبقى زكاة مال زكاة مال يعني ما هي الصدقة. طيب الفلوس اللي حضرتك بتديها لهم دي من زكاة المال؟ دي انا مش بديها لهم بقى، انا بدفعها بعد زكاة المال ما اتدفعت كامل. فاهمني حضرتك؟ تمام. فدلوقتي اللي انا بدفعه ده خلال الفترة السنة اللي هي جاية اللي هي هتبقى اكتوبر اللي جاي. حاضر. اخصم منه اللي اتدفع ده. حاضر. يا استاذ اسامه عاوز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. الزكاه مش بالسنه الميلاديه، بالسنه الهجريه يشترط فيها شرطين، بلوغ النصاب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 21 سعر يومه، وحولان الحول الهجري وليس الميلادي. طيب يعني انا ماشي يعني اصحح ازاي؟ تصحح ازاي؟ لو انت حاططها مثلا في شعبان هتخرج في شعبان، حاططها في رمضان هتخرج في رمضان، حاططها في الاشهر في الاشهر الهجريه في احد من الاشهر الهجريه يبقى تخرجها في احد من الاشهر الهجريه. طيب هل ينفع؟ انا كنت دلوقتي بخرجها في اشهر ميلاديه. لا هل اشوف المعادل؟ شوف ايوه بالظبط كده. ايوه تمام كده. الميلادي الهجري ايه وابتدي بعد كده امشي عليه؟ بالظبط كده 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 تمام. تشوف المعادل اللي هو في الشهر الهجري ايه وتبدا تمشي عليه وتخرج. اعفي منه بقى الحمد لله ان انا ما اعرفش. تمام يعفي منه مفيش مشكله والحمد لله ربنا يتقبل ان شاء الله باذن الله. نخرج على الهجري. الله يتقبل ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. طيب الزكاه ديت مثلا انا ربنا كرمني زكاتي وليكن مثلا وليكن 25000 جنيه، هينفع ينفع اخرجهم على مدار السنه؟ ينفع اخرجهم على مدار السنه. ينفع اخرج جزء في اول السنه وفي نص وفي نص السنه وفي اخر السنه؟ ينفع. ينفع اخرجهم جزء في رمضان؟ ينفع مفيش مشكله، كله يدور في مصلحه الفقير. طب انا لما اجي في اخر لما يجي بقى الحول اللي جه عليه اروح خصمه؟ يعني مثلا خرجت 25 وعليا بعد كده لما اجي احسب وقت السداد نحسب 50000 لازم 25. لازم يشترط حوالان الحول. ما اجيش قبل الحول واخرج اقول دي زكاه. لا يشترط يعدي الحول بعد كده اخرج اقول دي زكاه. طب انا خرجت الفلوس دي يا اخي اجعلها صدقه لله سبحانه وتعالى، اجعلها تكون لله سبحانه وتعالى مفيش مشكله، دي تجاره مع الله، تجاره مع يعني الله. يعني كده ما ينفعش ان انا اخصمها من زكاه المال اللي جايه رغم ان هي لا ما ينفعش يا فندم، لازم تتخرج في وقت بالظبط كده، لابد ان يشترط الحولان الحول فيها. والله اعلم.